بسم الله على بركة الله. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غنصايب واحد الملوي وبغيت نشاركو معكم. الملوي معمر مشعرية الصينية وخيزو والفلفلة، راه كيجي زوين في الكوتي وفي الفطور، والفطور في رمضان. وكنتمنى يعجبكم ان شاء الله. ودابا بسم الله، دابا غندوزو للمقادير. عندي هنا الدقيق ديال الفورس، معلقه صغيره ديال الخميره، والملح والماء باش نجمعوا العجينه. بسم الله، غندير الخميره، ندير الملحه، بسم الله، ونجمعوا العجينه بالماء دافي. بسم الله، راه كل وحده كتعرف تعجن مسمن. هاد الشيء راه ما فيهش العبار، كل واحد كيدير على قياسه. من بعد ما كنجمعوا العجينه كنديروها في السلوفان بحال هكا باش تطلق. كنوع عليها السلوفان، ما كتحتاج لا دليك لا حتى حاجه، راه غتطلق بوحدها. بسم الله، ندوزو للمقادير ديال الحشوه. عندي هنا الزبده باش ندلك العجينه باش نسرح المسمن، عندي هنا ثلاثه خزوات محكوكين للعماره، وشعريات الرز، جوج فلفلات، الملحه، الزيت نص كاس، وعندي هنا فلفله حمراء اللي هي التحميره، العطريه ديال الشاورما، خرقوم البلدي، البزار، وسكنجبير، ورقة موسى يلي هي ورقة الغار. بسم الله، هما دوك الفلفلات حكيتهم، الحكاكة رقيقة، وشعرية الصينية ها هي درت ليها الماء طيب، كبيت عليها الماء طيب، غتشرب شوية ونحيدها. هي شعرية من بعد ما صفيتها كنقطعها بالموس، واللي عنده المقص راه سهلة. راه الموس في ساعة كتقطع بحال 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 الموس بحال المقص. بسم الله، كندير الزيت، كنزيد هذه الفلفله، حتى كتشحر لينا الفلفله عاد كنزيد خيزو. نزيد هذا ورق الموسى والملحه،
كنزيد فيه الثوم. كنزيد هاد العطرية. كيجي واحد العمارة زوينة. هي جربوها وردوا عليا الكبار. صافي دابا غنطفي عليها وندوزو العجية. بسم الله، ها هي العجينة ديالنا من بعد ما طلقات. بسم الله، نقطعو كويرات تكون على صغار. بسم الله، عندنا هنا سطح العمل غنقيناه، ندير شوية الزيت ونبدا نشكل كويرات. بسم الله، من بعد ما شكلنا الكويرات كنغطوهم بالسلوفان. بسم الله، ونبداو من هذيك الاولى. بسم الله، نقرصو بالزبده والزيت. نسرحو العجينة ديالنا مزيان. واخا تقطعات راه ماشي مشكل. نديرو الحشوة. كنسرحوها مزيان كنبقى. زوينين الكورتي والفطور في رمضان. الله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة يا ربي.
بسم الله. بسم الله. نزيد واحدة أخرى. شوية الزيت. وكنستمروا بحال هكا حتى نكملوا العجينه ديالنا ان شاء الله. بسم الله. من بعد ما كملناهم كنجيبوا الاولى كنقرصوها باش نطيبوها ان شاء الله. كنقرصو غير بشويه باش ما تقبش لينا العجينه. زاد نحطها في المقلا. المقلا شيتها بالزيت. بسم الله. كنستمروا بحال هكا كنكملوا المسمن ديالنا ونرجعوا معكم ان شاء الله. ها هو المسمن ديالنا ولا الملوي من بعد ما كملناه. كنتمنى يعجبكم وديروا لي نجيم وتشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا.